الطوسية والفانتازيا فنون عريقة من تراثنا القديم يحافظ عليه فرسان الوادي إلى غاية اليوم. يا زور وتوف يا اللي ما تعرفهاش، زور وتوف يا اللي ما تعرفهاش، وفيها فرسان ابطال الناس بهم يهاتوا. عندما تجتمع الخيل بالرمال وتلهم الصحراء الفرسان تتجسد امامنا هذه المشاهد. فرسان الواد يحافظون على تراث الأجداد، فالفروسية بالنسبة لهم إرث قبل أن تكون مناسبات لاستعراضات الفانتازيا. مشاهد وكأنها قبس من ملاحم، روحها العزة والإقدام والشهامة. الفروسية موسى عليها الرسول صلى الله عليه وسلم: علموا أبنائكم الرماية والسباحة وركوب الخيل، وعلى هذا التراث نحافظ ونحافظ على تراث أجدادنا. احنا نركبوا العود من احنا كلنا صغار، احنا كلنا خاوة، معتبرين كل خاوة، هذم كل خاوة السمر، أنا تقريب دار واحدة، كل تقريب عائلة واحدة. كل جي كل لعب كيفاش لعب الشيخ بوعمامة وحده، واللعب تاع الأمير عبد القادر وحده، واحد يلعب قلبة وتمراد قلبة والآخر يلعب تمراد. اي فارس يحس بالشجاعه والفحوله اللي تختص بها الجزائريين. الجزائريين يختصوا بواحد الفحوله اللي ما بالك ما تلقاهاش في عند واحد اخر. العز فوق ظهور الخيل، ايه فوق ظهور الخيل نرتاح، وراثه وارثينها من عند الجدود والاباء. دروك تجي تبع تلقى فارس كيما هذا، تلقى جدوده كانوا يركبوا قبل وجات كيما هاك، باش نحافظوا عليها. احنا بقينا مرابطين الخيل، احنا كي نضنا لقينا الخيل عندنا في ديارنا. إذا تألق فرسان الخيل بلباسهم واستعراضتهم، فإن مربو الإبل يحيون عيد الناقة. هنا يستعرضون أنواع النياق وفصيلتها، ولكل نوع ميزته الخاصة. البيضة راه من جهة النيجر ومالي، تم الراسة والكحلة هذه من جهة بلادنا هنايا. الناقة هذه سموهاكش، ما عندها اسم سبيسيال تاعنا. عندنا المهري وعندنا الناقة العربية وعندنا الأصفر وعندنا الأشقر وعندنا الأحمر، كل واحد كيس يسمي بعيره. غاديين سباق المهاره هنايا وكذا، وباش نحيوا الذكرى معاهم، نساهموا واحد يساهم. فرسان الوادي من راكبي الخيل والابل تراث ذو قيمه سياحيه عاليه يستدعي الحفاظ عليه وصونه للترويج لتقاليد الجزائر المستوحاه من تاريخنا العتيق والعريق. تراث يتالق في المهرجان الدولي للسياحه الصحراويه في طبعته السادسه، مهرجان الالف نجمه ونجمه في مدينه الالف قبه وقبه.